كان معروف من اول وكثير عالم ما بتعرفه انه لازم يكون قدام كل جامع في حمام. قد ما كان الحارة صغيرة وقد ما كان الجامع صغير لازم قدام كل جامع يكون في حمام. طبعاً بيختلف الحمام من منطقة لمنطقة على حسب الحالة المادية والاجتماعية للمنطقة. يعني بتلاقي حمام يعني بحارة درويشة بتلاقي هو الحمام درويش، يعني ببناءه بفرشه بحرطيقه بتفاصيله. أول شيء الحمام بمكان موقعه جميل جدا بدمشق القديمة. ثاني شيء يعني يقع في السوق، السوق هذا كمان في مش بدي أقول لك كل أصناف العالم موجودة هون، يعني عدم المؤاخذة في السكاكر والعطورات والموالح وش بدك بهالسوق هذا، الحمد لله فيه يعني كله حلو. وأكثر شيء الحمام لأنه أثري ولأنه عشنا فيه 34 سنة ومصدر رزق لنا الحمد لله. بالنسبة لي الحمام يعني جزء ما يعني جزء من جواتي، وأنا بحب يعني بحب دائما تابع هاي المهنة وكون معها وحسنها وطورها. يا حمام الملك الظاهر تعمر ب 985 ميلادي 375 هجري. بعد ما قطع عمر الحمام حوالي 350 سنة، كان اسمه أول ما انبنى حمام العقيقي نسبة لأحمد بن حسن العقيقي. بعد حوالي 350 سنة اجى الملك السعيد ابن الملك الظاهر بيبرس، اشترى الحمام واشترى بيت العقيقي مجاور للحمام. قسم جزء من الحمام، هدمه وهدم بيت العقيقي وعمر المكتبة الظاهرية اللي عمل فيها ضريح لإله ولأبو الملك الظاهر. فهذا التعديل الكبير اللي صار على شكل الحمام أو مساحته. هذا الشيء بيعني طبعاً إنه الحمام أقدم من المكتبة الظاهرية بحوالي 350 سنة. من هداك الوقت لهلأ ما صار تعديل مهم واضح وصريح، يعني ما في شيء. التعديلات كلها بتصير بشوية إكساء، بتغيير فرش، بشباك، هدول الشغلات اللي بتتحرك هي اللي تغيرت. غير هيك ما في شيء يتغير، كلها أساسي. هاي الحيطان الحجر اللي شايفينها حوالينا هي الموديكور، هدول الحجار اللي تعمر فيهم الحمام أصلا. يعني أهم تعديل صار على الحمام أو أهم ترميم صار على الحمام هو من حوالي 15 سنة تقريبا. 15 سنة عملنا ترميم أزلنا فيه كل التعديلات وكل الإضافات اللي انضافت على الحمام على كل السنين. كل ما نشوف شيء مضاف نشيله شو ما كان بدون ما نحسب انه نخليه او ما نخليه، لحتى وصلنا لهي النتيجة اللي نحن هلا شايفينها. حمام نور الدين من أقدم حمامات دمشق، يقع في سوق البزورية بجانب خان أسعد باشا الأثري. أسسه السلطان نور الدين الشهيد. تأسس 565 هجري 1169 ميلادي. تاريخ الحمام عمره 700 سنة. اللي تغير فيه ما تغير فيه شيء، بعده مثل ما هو، بس شوية ترميم يعني بما سيراميك وما سيراميك. العالم عم تلحق التحديث.
هلا نحن تقريبا صرنا بالعيله تقريبا 140 سنه بمهنه الحمامات. عندنا تقريبا شيء 5 حمامات للعيله. الحمامات هي اساسها هي حمام روماني وليس تركي. حمام السلسله هو صاير خلف باب الجامع الاموي، الباب الشمالي للجامع الاموي. وحمام السلسله هو عمره 1100 ميلادي 493 هجري. كان اسمه اول ما تاسس الحمام كان اسمه حمام المؤيد. سنة 1214 صار اسمه حمام السلسلة نسبة ل من فترة من هالفترات وقت الملك العادل أمر بوضع السلاسل على الطريق على باب الجامع الأموي مشان يمنع الأمراء تفوت بخيوله لناح الجامع الأموي، فأخذ هذا الاسم ومن عام 1214 صار اسمه حمام السلسلة. نحكي عن أقسام الحمام، هي الأقسام نفسها ذاتها الثلاث أقسام اللي بكل الحمامات موجودة اللي هن براني وسطاني جواني. طبعا تقسيمهم نسبة لحرارتهم. البراني اللي بنستقبل فيه العالم اللي بتجي بغيروا تيابهم، بيلبسوا المنشفة المخصصة للحمام، بيفوتوا على الوسطاني. الوسطاني يعني فينا نقول عبور للجواني، بس بياخد صابونته وريشته بيفوت لجوا. بالجواني في عدة مقصورات، في مقصورة الحرارة، في الحامي، في الباردة. الباردة هي المقصورة الأقل حرارة بيناتهم، هي اللي بيقعدوا فيها المكيسين بيشتغلوا مشان يتحملوا وقت طويل بالشغل. هلا بالنسبة للإضاءة نحن لعبانين دور إنه تكون الإضاءة مريحة للعين، لأنه أنت فايت على بشكل عام فايت على مكان يريح جسمك. فأنت لما بدك تفوت تتحمم وبعد البخار والتكييس والمساج رح تطلع هيك مرخي، بدك إضاءة خفيفة للعين مريحة للجسم، يعني ما تحس أنه أنت قاعد متضايق أو أنت قاعد مزعوج. أقسام الحمام أول ما بتجي هذا اللي نحن فيه اسمه البراني. هذا البراني الصالب، يعني في تبديل الملابس بصيروا فيه وتقعد العالم وتشرب شاي وتشرب زولات. القسم الثاني اسمه الوسطاني يلي جوا اللي شفتوه انتم. والقسم الثالث هو القسم الجواني يلي فيه السخونة والبخار وتتحمم فيه العالم. هلا هو اللي تطور بالحمام انه كان قبل كان في شيء اسمه أميم، فكان هو الأميم هو يحطوا مطرح ما يحطوا الحطب ويحطوا الانشارة، يعني يحطوا فيه مواد خصصة لحتى يحمي المي. هو في حلة مي سخنة، هاي الحلة بتجي مثل غرفة لتسخين المي تحت منها كانوا يسخنوا. اتطورت طبعا، صار في مراجل، صار في حراقات مازوت، هاي ساعدت عن هذا الشيء، يعني عوضت عن هذا الشيء. البخار حديث، ما كان موجود في بخار الحمامات، كان في هي أرض سخنة، هي مطرح ما كانوا يوقدوا من زمان كانت هي الأرض هي تدفى تسخن، زائد في التكييس التفريك والمساج. هي القديمة، يعني نحن المهنة القديمة ما طورناها بعدها، مثل ما هي محافظة مثل ما هي. نحن
حافظنا على هي المهنة بكل تفاصيلها. يعني ما بقبل إلا أنه كاسة الشاي الصغيرة المخصورة اللي نفسها ذاتها كان يشرب فيها من 50 و70 و100 وأكثر من 100 سنة. نفسها ذاتها نوعية المنشفة اللي هي كتير بتلبكنا، هي المنشفة اللي شايفينها، هي نول يدوي. ما أنا رح نقبل بأي تغيير بهدول التفاصيل أبداً أبداً. ما زال شخص فايت يجرب حمام دمشقي لازم حتى يكون بأي تفاصيل من تفاصيله هي نفسها القديمة. يعني مثل مثلاً كاسة الشاي، استكانة الشاي العجمي لازم تكون موجودة بهذا المكان. يعني أنت فايت على مكان قديم، مكان أنه عمره مثلاً 921 سنة، فلازم يكون كمان التفاصيل تبعه كلها هي اللي هي أنه اللي معيشة الحمام. يعني التفصيل كتير مهم، انه يفوت الشخص لما يلاقي شغلات انه هي متبعة الحمام، هو هذا الشيء بتبع الحمام مثل الابقاب. مصرين جدا على الابقاب، مع انه كيف حكينا عن المناشف انه متعبين تأمينهم، الابقاب اللي هو ولا شيء، هو شقفة خشب بتنقص وهيك بس، هو بس هذا كمان عم يتعبنا. الابقاب يلي هو يستعمل بحمام السوق هو من خشب الصفصاف، ما عاد ضل صفصاف، لأنه هاد البقاب يلي وزنه منطقي، كمية غبه للماء هيك، هو هيك يعني الصفصاف لأبقي بالحمام. ما في صفصاف، بدك تجيب مثلا خشب زان وزنه كتير تقيل بيقطع السير تبع البقاب. خشب حور يعني مثل الاسفنجة، بتحطه بالمي بيغب المي كلياته وللكب بعد اسبوع 10 ايام. يعني حتى البقاب عم يلبكنا، كل شيء، كل المواد اللي تستعمل كلها عم تلبكنا وعم تعذبنا. بس برضو معلش، يعني اكثر شيء الحمامات الدمشقيه بجوها الزباين بالشتويه، لانه بيكون في برد والجو البرد حلو الحمام، عرفت شلون. والاعراس بيجوا، الاعراس طبعا بيجيبوا العريس بيحمموه، بيزفوهم، بيعملوا له حفلة، أو بعد منها في أكل وفي حلويات. يعني في عالم كتير الأعراس أنه بتعمل أنه قبل العرس مثلاً بيوم أنه بتعمل أنه بالحمام، بتعمل عرس هيك بالحمام. الأعراس كتير لحد الآن في أعراس بتنعمل بالحمام. بالنسبة للأعياد كمان، يعني الأعياد نحن العالم يوم أنه يوم الوقفة كلها تجي على الحمام. هي انه غير انه نحن بس انه مشان يعني انه الحمام والتكيس والتفريك، كمان مشان انه يعني هذا الشيء انه من الماضي، يعني كله ربيان على هذا الشيء، فانه عندهم انه مثل انه عادات انه خلص بالاعياد لازم نحن نروح على الحمام السوق. بفوت الزبون اول شيء من الباب بيسلم اماناته وبيطلع بيشلع عنا فوق، في واحد بيعطيه مناشف بفوت بيتحمم فيها جوا، بيستلمه بعدين وشخص اسمه التبع بيعطيه صابونه وليفه وقنينة شامبو، بفوتوا بيوصلوا على البخار، بيقعد شوي بالبخار بيطلع بيصب مي على حاله، بيجي لعند المكيس بكيسه، بعدين بيروح على المساج بيساوي مساج، بكب شويه مي على حاله وبيطلع بعدين لبرا بياخذ مناشف وبيطلع لبرا. هلا بالنسبه للعمال هن بيتالف كل واحد له شغله، يعني نحن هون في عنا مصطلحات بالنسبه لهذا الشيء لهلا محافظين عليها، مثل مثلا الناطور يلي هو بيكون عند المصاطب مشان يعطي مشان يغير المناشف للزباين، يعطيهم مناشف تانية، يعطيهم الحراير. في عندك التبع للطباعه اللي هي انه اللي بيعطيه صابونه وليفه وشامبو،
كلمة الريس اللي هو مثلا المكيس مكيساتي أو اللي بيعمل مساج جير. طبعا في بقايا في مثلا مثل جير أرضية في بوفاجي بيقولوا له، فهي لساتنا نحن محافظين عليها ولسا نحن لحد الآن بنحكيها هذا الشيء، يعني لسا متابعين أصولها حتى مع ألفاظها أو حكيها، مشان يضل شيء إنه مارس فيه ما تنتسى. بعد ما يفوت لجوا ويستنقع شوي في البخار والمي السخنة بيجي لعند الأخ المكيس، بعد ما يخلص من المكيس بيجي على المساج، وبعد ما يخلص من المساج برد بيفوت لجوا بيعمل تليفة لحاله، وإذا حبه بعدين بيطلع. بس يطلع في شاب هذا عمله يعني بيعطيه مناشف بغير له ياهون، بيطلعوا لهون على المصطبي لهون بيردوا بيغيروا له مرة تانية، وبيقعد حسب طلب الزبون شو بده، مثلا بده يشرب شاي أو زهورات أو أي شيء بيطلبوا له بيجيبوا له ياهون. بعد الحمام، بعد ما باختصار يعني بعد ما يكون الواحد خلص حمامه بيرجع على الوسطاني نعطيه فيها جوز مناشف بيتنشف فيهم مزبوط، وبيطلع فورا على البراني. بالبراني الشاب اللي واقف عم يشتغل برا بينشفه بهدول المنشفتين مزبوط، بيعطيه منشفتين جداد ناشفين طبعا، مشان اذا قاعد يشرب شيء يكون قاعد يعني قاعد بمناشف ناشفه مو قاعد بمناشفه المبلوله، بالاضافه لبشكير الراس وقطعه حرير على الرجلين، او بالشتاء جوز حرير قطعه من فوق قطعه من تحت. مثل ما انك شايف صالة حلوة وبحرة وكاسة شاي، وفي عالم بتجي بتساوي اكل هون مجدرة، بتساوي تسقية فول، يعني اجواء شامية قديمة كلها، تبعدنا على القديم. بالمناسبة هلا بالاعياد بصير علينا شغل كثير، نهار الوقفة بيجوا بتحمم العالم بما انه العيد ثاني يوم، بتيجي بتتحمم وبتطلع، في عالم بتيجي معها عريس بتحمم وبتطلع، في عالم بتيجي هيك يعني للترفيه، في عالم بتيجي سهرة بتيجي سيران، يعني بدال بالشتوية ما يروحوا على شي مطعم على كذا بيقصدوا الحمام بيتحمموا وبيطلعوا بيقعدوا برا، الجو دافي وقعدة حلوة، بيشربوا كاس الشاي، بيتغدوا بتعشوا ايام، بيحملوا حالهم بيروحوا على البيت بعدين. زبايننا من البلد يعني من سوريا ومن الدول المجاورة، وحتى في نسبة منيحة من الأوروبيين من الأجانب يعني، ونحن يعني الحمد لله رب العالمين لو الحمام ما له شهرته ومو نظيف وما في خدمة ما بتلاقي هالكم من الزباين يلي عم يجوا لعنا من كل البلاد. اكتشفت بعدين انه الأجنبي لما بده يجي على الشام في ثلاث شغلات أساسية بده يعملها: سوق الحميدية وجامع الأموي وحمام السوق، الباقي كله ثانوي، بس هدول أساسيات يعني اللي بده يعملون. فاكتشفنا أنه السمعة وصلاني لبرا، يعني وصلاني عن طريق العالم اللي تحكي، الكتيبات اللي بتتوزع قبل ما يكون في نت لهي الدرجة يعني الانتشار. يعني نحن بنعمل يعني خلينا نقول مثل فخ للأجنبي، هو إذا وصل أول يوم بالجولة تبعه على فات إجا بجولته أول يوم على الحمام تحمم، فرح يعني فيك تعتبر بكل أمانة إنه صار كل يوم هو بده يجي، شيء ما يعني ما ممكن يحققه ولا بأي مكان تاني. ممكن يعني يروح على أي بلد، ممكن ينزل بأفخم أوتيل بالدنيا، بس هاي الحالة ما بتتحقق إلا بهالكم حمام الموجودين بالشام. فلذلك شغلي بالمرة يعني ما بتنحكى إحساس الحالة تبع الحمام إلا لا تنعاش، يعني قد ما شرحت صعبة
يعني لا تنعاش وقتها فيك تفهم علي 100% كيف بيكون احساسك. يعني هي المهنة عمرها 700 سنة من وقت الفتح الحمام، وإن شاء الله مكملين ليوم يبعثون. يعني هو صفة وراس أكثر ما هو حمام، العالم محافظة عليه والعالم عم تقصدنا من جميع أنحاء القطر، وحتى السائح كمان كله بيجي لعنا لهون. هلأ نحن تقريبا صلنا بالعائلة تقريبا 140 سنة بمهنة الحمامات، عنا تقريبا شي 5 حمامات للعائلة. هلأ أنا بشكل عام أنا ربيع، يعني ربينا هون نحن، ووالدي ربي بالحمام، يعني كمان ربي هون على هذا، على هي الأمور. فنحن تعلمنا، دائما بنتعلم من الكبارية، بنتعلم من بعض نحن. فأنا بالنسبة لي الحمام يعني جزء من جواتي، وأنا بحب، يعني بحب دائما تابع هي المهنة وكون معها وحسنها وطورها. أنا هون بالحمام صار لي 34 سنة، بس ما في مهنة معينة. يعني وين صار في نقص؟ بما أنه عندي 34 سنة وصار في خبرة، أي محل في نقص بإمكاني أنا أشتغل. وليكن من المحاسبة للناطور يلي بيغير للناس، للجوة مثلا تفريق أو المساج. أنا وعيت على الدنيا بين حمام أبي وبين حمام جدي يلي هو هاد، عم بتنقل بيناتهم، وما كان عندي يعني نفس الشغل. كنت انا يعني اجي الصغير المدلل يلي ان كان عند ابي او كان عند جدي. في مجموعه حوادث لا تعد ولا تحصى، بس ما في يعني الحوادث اللي بتنقرا فيها، اللي بتنقرا بالكتب قصص الجن وهيك، هي كلها تأليف، ولا في لها جنس الاصل بالمره. يعني بيقولوا لك الحمام مسكون والحمام فيه جن، الحمام أبعد شيء عن هذا الموضوع، أبعد شيء تماماً. يعني هذا كله تأليف، كله على الإطلاق. يعني في فكرة مهمة بحب أوضحها، في خطأ شائع كل العالم حتى عنا للأسف. يعني نحن أكثر عالم ما لازم نستعمل هالكلمة هو حمام تركي. الحمام ما له تركي أبداً، الحمام هو سوري. الرومان أول مين عمل حمام عام بهي المنطقة. فالعثمانيين اعتنوا جدا بفكرة الحمام العام، عملوا له زخم، والرخام المحفور والجيران المحفورة، وفي زخم وترف بالبناء وبالتعامل مع كل مواد الحمام. فأخذ سمعة، ياخذ سمعة حمام تركي جوات تركيا، اوكي. بس العالم كلها عم تغلط وتقول حمام تركي، بيروح على تونس معروف يعني الحمامات تونس والمغرب معروفة، يعني قولها سمعتها المستقلة. يعني بيروح على تونس بيقول حمام تركي، بيجي على الشام بيقول حمام تركي، بيروح على اسطنبول بيقول حمام تركي، وين ما راح بيقول حمام تركي. وهذا شيء غلط. الأتراك ما لهم علاقة بالحمام. الحمام جديد على الثقافة التركية، جديد يعني ما بدي أحدد 100-200 سنة ما بعرف، بس نحن عم نحكي الرومان هن أصحاب فكرة الحمام العام بهي المنطقة.